شكرا سيد النائب المحترم على السؤال المهم. كيف تتعلموا المغرب بفضل التوجيهات الملكية السامية خلال العقدين الأخيرين تتوفر على بنية تحتية مينائية جد متطورة، حيث يحتل المغرب الرتبة 16 من خلال تصنيف ديال الربط الدولي للنقل ديال الحاويات، وهذا التصنيف هذا غادي يتعزز إن شاء الله بقيام مشاريع ميناء الناظور المتوسط وأيضا ميناء الدخلة الأطلسي. أما فيما يخص استراتيجية إرساء الأسطول البحري، فالوزارة تتنكب حاليا على كيفية ديال إرسائه من خلال تقييم موضوعي أو موضوعاتي وشمولي للقطاع على المستوى الدولي والقاري، وبعده سيتم بالورد سيناريوهات مختلفة تتخص فئة النقل البحري بكل أنواعها، على أن يتم اقتراح المخطط الأفضل من أجل تكوين أسطول وطني لملاحة تجارية قوي وتنافسي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. شكرا.